بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. مش نقارب إن شاء الله تعالى الآيات الأولى من سورة المطففين لفردر، ونختم بالآيات الأخيرة من نفس السورة. فيها الويل، أول ما تبدأ السورة بالويل، ما عندنا احنا الفنانين الويل الويل، كان اللعبة هي بالكلمة الويل، مالور الويل مالور، أفو لي زيبوكريت، أفو لي نيجاتور، أفو لي زاتي، أفو لي كي نو برين با اون بوزيسيون vis-à-vis de la vérité et du mensonge. مازال قدامكم دي مالور، هنا الدنيا لا شيء، العذاب الأكبر مش تلقاه هناك في القبور، مستوى ثاني، والبعث وصدمة البعث، وكيفاش كنتوا في غارقين في متاهات الشياطين، قالوا لكم مريض ما تكذبش، وقالوا حاجة ما ريتهاش من بها، فما أرحام تدفع وأرض تبلع. شو قداش صغرهم الشيطان، صغرهم حتى كما يقولوا العامة حطهم في قارورة سوداء لا نور فيها، الأعمى أسمى، وقال أنا مفكر وأنا رجل عقل، وأنا عقل العقل العقل اللي يعقلك عن التجبر وعن الظلم وعن التطاول والاستكبار، كما تقول الكلاب الأمريكان مستكبرين ما في باله، ما كون الاستكبار حق لهم ودائم لا نهاية له، ونساو الاتخمام هذا تاع الدوام هو اللي مش غرقهم في العذاب، اللي ما كانش الإنسان منهم يهان بالطريقة اللي مش جيهم يوما من الأيام وفي القريب العاجل إن شاء الله، على خاطر هما وروا بالكشف بعد العقور والعقرب الجريت بريدن، هما خذاهم ما كانوا وعملوا كل ما قالهم الشيطان، ما كيفكم حد، أنتم العلماء وأنتم الليدار وأنتم في الوقت اللي هم فارغين من الإنسانية إلا من رحم ربنا. أمريكا تقول أما معايا ولا ضدي، تقول أنا مسلم أنت ضد، ولهذا عندهم هم واجب أن يسعوا إلى القضاء على كل من فيه ريحة الإسلام. هذا حتى الآن المسلمين النية يقولوا الحقيقة تقال، النية في بالهم أمريكا وقت بورقيبة جبت لهم شوية فارينة، جبت لهم شوية إعلام وتفشات الأفلام الدعائية باش ترفع من قيمة الأمريكان، وعشنا التمثيليات اللي لا حقيقة تفوح منها والعياذ بالله. ومن حتى الآن أمريكان يملي ربي لهم مش في بالهم ما لقد صحيح ولا صحة إلا ما رأوا صحة، والإسلام ليس له مكان، والحقيقة عندهما وقول الأمريكاني مني تقرع مني تأخذ العلم ومني تأخذ الضوء الأخضر وانت في الأحمر وفي الظلام، أسوأ حال يعيشها الإنسان هناك في أمريكا اللي قلنا كم من مرة هي ولايات متقبة. سترون في القريب العاجل كيف كل العملاق اللي هو في سوري دخلت فيه شقوق اللي بإذن الله سينهار وتكون وقتها راحة للأبرار بفضل الرحمن.